فالحقيقه تضارب غريب جدا واشياء غريبه جدا بتحصل. هل ده ممكن يودينا ان احنا نفكر في طاقم التحكيم؟ طيب انت بتعمل او الاتحاد الافريقي، انا كاهلاوي دلوقتي وانا بفكر في ايه؟ بفكر انه هو ممكن اللي يكون بيحصل ده كله والقرارات اللي بتتخذ ده كله علشان النادي الاهلي ما ياخدش البطوله الثالثه على التوالي ان شاء الله يا رب، ما ياخدش البطوله الثالثه على التوالي وهي اهداء او بتروح لنادي اخر بعينه. انا الاهلاويه هنفكر كده. طيب بما انك بتعمل كده مع الملعب، فهل من الممكن ان نصل الى التحكيم؟ انا مش عايز اتكلم دلوقتي لانه حتى الان النادي الاهلي مش طرف في المباراه النهائيه. النادي الاهلي 70 80 90% في المباراه النهائيه ولكنه ليس طرف، ولكن موضوع التحكيم ده هنتكلم فيه بعدين لان انا عندي حاجات كتيره جدا هتكلم فيها، ولكن كله في وقته. كل الملفات هيتفتح التحكيم الافريقي وايه اللي بيحصل والجمهور وتسهيل الاجراءات والاعداد، وهنفتح كل الكلام ده بس كله في وقته. ولكن محدش يجي يقول لي الفار عطلان، بعدين الكلام ده، ولكن دلوقتي انا بتكلم في كيف يصدر قرار بهذا الظلم. وكل المنطق والواقعيه بتقول ان كان يجب حتى لو لم تتقدم اي دوله علشان غير المغرب فقط علشان تلعب هذه البطوله او يلعب على ملاعبها المباراه النهائيه، كان يجب ان يكون هناك قرار من الاتحاد الافريقي ان الاربع دول اللي وصلوا للدور قبل النهائي يتم استبعاد ملاعبهم. وحضرتك لو رحت جنوب افريقيا قلت لهم انا عايز العب عندكم المباراه النهائيه هيقول لك تعالى، لو رحت تونس وقلت لهم انا عايز العب المباراه النهائيه هيقول لك تعالى، لو رحت السنغال وقلت لهم هيقول لك تعالى، لو رحت هنا ولا هنا ولا هنا. يا اخي خلي اي لو انت مش قادر تتواصل على راي الصحفي النيجيري، يعني ما فيش، لو كانت في مصر كنت هقول كده، ما فيش غير في مصر يعني. العبها في قطر زي السوبر الافريقي،